أخبار كويسة حقيقي. أوسكورب صنعت مصل دلوقتي. هو في علاج كويس جدا. إزاي نوصله للناس بأسرع وقت؟ أنا رايح المختبر ما بين شارع 10 والكاتدرائية. استنى، أنا جالي تقرير إن فيها لك. افتحوا. لازم اتصرف مع الشياطين قبل ما احصل بيه على المعمل. وقت التخلص من القناصين. أعد الشياطين دول بسرعة قبل ما ليه يلاقي المصل المضاد. سبايدر مان، امشي دلوقتي، رجالتي هيحلوا الموضوع. السمور؟ ليه قضى على العملاء الموجودين هنا؟ مش بيعملوا اي حاجة. احنا حذرناك يا بطل. السمور نجحت في تهديدها، بس اكيد الناس دول مش هيشتغلوا سوا. زهقت من افعالك يا سبايدر مان، كله يخلص الليل. فاكرين ان انا اللي قضيت على رجالتكو؟ اكيد بتهزروا. لازم أكون أسرع وأدخل بسرعة. يا ريت السمور تسيبني في حالي شوية، لازم نكون في فريق واحد. الشياطين والسمور وقعوا خلاص، ودلوقتي هدخل ورا ليه. انتوا تقال كده ليه؟ انت هاجمت رجالتي ودمرت معداتي وخسرت عميلي ملايين، اديني سبب مقنع يخليني ما اقتلكش حالا. بصي انا مش بحبك وانت مش بتحبيني، بس ليه واخد عميلك رهينه جوه المبنى ده وهيقتله لو ما عملناش حاجه؟ احنا ممكن نتخانق مع بعض او نتخانق مع ليه، بس مش هنقدر على الاثنين.
متفقين ولا لا؟ هتساعدني في تأمين نورمان وبعد كده ما وعدكش. ده عدل جدا. ليه خرج عن السيطرة؟ انت امن اوزبورن، هتكلم معاك. يكون عندك اصحاب. ماشي يا لي، كفاية هروب، ده هيخلص الليلة. ده منتهى الجنون، لازم الاقي طريقة عشان اوصل لمارتن ليه اللي انا اعرفه، الشخص اللي بنى فيست. غير للقاع. خليك انت بعيد يا سبايدر مان، الموضوع ده بيني انا وأوزبورن. انا عارف عن الحادثه وعارف اللي حصل لاهلك. حادثه اخلاقك ما تفرقش كتير عن أوزبورن. أبويا وأمي ماتوا بسببي، بسبب اللي عمله أوزبورن فيا. أنت أكبر من ماضيه، ما تخليهوش يسيطر عليك. أنا حاولت أخلي أبويا وأمي فخورين بيا، حاولت أشرف ذكراهم. بس عشان أشرف ذكراهم لازم أنتقم من أوزبورن. مش هسيبك تعمل ده يا مارتن. ألم ليه وغضبه هو ده وقود قوته. دي العينة الوحيدة. لا لا مارتن، بص قلت لك انا اسف، دي كانت حادثة، انا كنت بحاول اساعدك. انت مش بتساعد الناس، انت بتستغلهم. ده مش هيرجع لك أهلك تاني. ليه أنت مصر إنك تحاول تنقذ الشخص القذر ده؟ أنا بحاول أنقذك يا مارتن، ما تخليش الانتقام يعميك، حاربه. وده مش هيحصل إلا لما يوقف اللي هو بيعمله. أنا مش هقف أبداً.
تسلمش يا مارتن، ممكن تهرب. لا اصبرني، لازم يعاني. لكن الطريقة دي غلط يا مارتن. Thank you.
أوتو؟ البصة اللي على وشك، انت مش متخيل هي مرضية قد ايه. جاهز للمشهد الاخير؟ فين أوتو؟ اختفى. أنا مش هقلق عليه دلوقتي. محتاج مستشفى. لا مستشفى لا. فيست. عايز اتكلم مع رئيسك. مفيش دكاترة هنا؟ مين المدير هنا؟ انا غالبا. تمام، عدى وقت طويل بس هعمل اللي اقدر عليه. محتاج الاقنعة والجوانتيات اللي عندك. شكرا ليك. اشكرني اني ما موتكش. مش ممكن. هيعيش بس يرتاح. هاي على مهلك. ماي فين؟ بيقولوا ممكن تمشي في أي لحظة. أنت رايح فين؟ أنا لازم ألاقي أوتو، هو اللي معاه المصل. مش عارف لو هقدر أوقفه. مش هتقدر. ممكن سبايدر مان يحتاج مساعدة من بيتر. إيه؟ بيتر ساعد في بناء الدراعات، لو حد هيلاقي نقط ضعف يبقى هو. اغلبهم يا نمر. ماشي. لا لا مش هي دي. ممكن تبقى دي. لا